اكتيفيتي. اكتيفيتي هذه تاع فاينل اي دي كيف كيما يبان قدامكم. كاين عند فاينل اي دي درس تاع فاينل اي دي رانا درناه مقبل. Classify the following words according to in the table according to the pronunciation of final of their final ed. I have parted. I have t. كيكون عندي t. إحنا لما نشوفه دائما نشوفه الآخر حرف قبل the last consonant before ed. يعني آخر حرف قبل ed. كيكون t. p k f ث هنا دائما نديرو في التي. ايدي كيكون عندي تي دي اخر حرف قبل ايدي هنا دائما نديرو في اد. The rest of the consonants and vowels يعني consonants اللي بقاو والvowels اللي بقاو هنايا. parted ايدي. asked عندي ك ت. helped عندي بي ب. demanded عندي دي اد. finished عندي تي اس اتش تي. selected عندي تي هنا. begged عندي جي الوغ جي ما كانش ني هنا ني هنا في الدي. rewarded عندي دي هنا اي دي. left هذه جي اتش تقرا اف الوغ هنا. pleased هذه تقرا ز الوغ هنا. ميست هنا تي لانه عندي دبل اس. elected عندي تي الوغ اي دي. loved عندي في الوغ دي. traveled عندي ال دي. watched عندي سي اتش تي. ذاتس ات. هذه هي كيفاش صنفت الكلمات تبعي. We move now to task. This is the last task. I write the correct form of the verbs in brackets. Allo. When. دائما كما في الدرس اللي ما اللي مضى درته لكم ديجا. When linking words معناتها هما عبارة عن connectors اللي يربطوا لي بين زوج جمل. Two sentences. When. After when دائما كيكون عندي when دي هي بينما ولا عندما نكون بعدها الفيرب في الباست سيمبل. To be in the past هي I was a child. When I was a child كي كنت صغير. I to want to be a teacher كنت حاب نكون teacher. I wanted to be a teacher. While my friends ولكن أصدقائي. While my friends بينما أصدقائي. While my friends to play with their dolls بينما أصدقائي كانوا يلعبوا بالألعاب تاعهم. I pretend to be a serious professor أنا كنت نحلم ونتنبأ باش نكون أستاذ متمكن. ألوغ while بعدها يكون الverb في الpast continuous was playing واللي بعد I was pretending معناتها كنت أتنبأ ولا كنت أتخيل to be a serious professor معناتها نكون أستاذ جدي. I to achieve that dream since last year كنا كيكون عندنا since باش نديرو دايما نديرو the verb in the present perfect have achieved since باسكو عندي since. Today الآن اليوم I to teach geography الآن واش راني ندير الآن أنا أدرس اللغة التاريخ والجغرافيا at secondary school عندها اليوم عندنا نهضر على البريزنت الو الفيرب لازم نصرفه في البريزنت سيمبل. another task I put the verbs in the right form كي يكون عندي while قلت لكم بعد while دائما اللي هي بينما دائما ندير الفيرب تاعي في past continuous was watching عاودوا شوفوا الفيديو تاع past continuous. The light كي كنت نتفرج في التلفاز ولا في الفيلم. The light معناتها تريسيتي الالكتريسيتي cut off alors تبقى the past simple cut off. Lina do her homework عندنا لينا was doing قبل دائما قبل الباست قبل the connector when الverb تاعي يكون في past continuous
يعني بعد while verb past continuous والverb الاخر past simple، وقبل while past continuous والverb اللي بعدها في past simple found. لينا do her homework، لينا was doing her homework، كانت تدير في الواجب تاعها. when عندما عيطت لها her friend found، كي اتصلت بها زميلتها. Alors this is our general revision. This is our video for today. نتمنى إن شاء الله تكونوا استفدتوا. I hope that you have understood these lessons. I wish you all the best. Don't forget to share the video with your friends. ما تنساوش أنكم تشاركوا هذا الفيديو مع أصدقائكم وديروا لي لايك إذا عجبتكم هذا الفيديو، وتنساوش كذلك تشتركوا في القناة هكذا باش تدعموني ونواصل في العمل هذا اللي راني ندير فيه. أتمنى لكم نجاح. Goodbye. See you next time.